هو الموضوع نفذ خلاص وانتهى وتم تسليم فتح الحسابات لألف مستفيد ومستفيدة من هذه الشهادات في فرعي بنك مصر في إسنا وأرمنت ومن خلال البيانات اللي زودتهم بها الوزارة والبحث الاجتماعي اللي اتعمل حول المستفيدين والمستفيدات تم مساعدة السيدات والرجال من أبناء هذه القرى. احنا بنتكلم عن حوالي 100 قرية فيهم أعداد كبيرة وصلت لألف مستفيد ومستفيدة استفادوا من فتح حسابات في بنك مصر والحصول على شهادة الخدمة السعودية. سيادة الوزيرة، عملت تعاون المثمر بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة في هذه الفترة، ماذا تقول؟ الحقيقة احنا في الحكومة مهتمين جدا بالتعاون مع القطاع الخاص بمختلف الأوجه ومختلف الآليات. في وزارة التضامن بنتعاون مع المجتمع المدني بشكل عام، والقطاع الخاص هو جزء من المجتمع المدني، فسواء كان في صورة شركات قطاع خاص أو في صورة جمعيات أهلية هم شريك أساسي للوزارة في جهود التنمية. النهاردة احنا سعداء ان مؤسسة منصور جات للوزارة وقالت لها انا عايزة اشتري شهادات قناة السويس لأفقر الفقراء، ايه هي الآلية، قاعدة بيانات الوزارة، فده بيمثل ثقة في قواعد البيانات اللي موجودة في الحكومة وثقة في البحوث الاجتماعية اللي بتقوم بها الحكومة وثقة في الوزارة، وإحنا كمان بتمثل شفافية في العمل والتعاون مع مؤسسة اقتصادية كبيرة بتلعب دور مهم في الاقتصاد المصري، فإحنا سعداء بهذا الشعور الوطني وبالدور اللي بيلعبوه في المسؤولية الاجتماعية. رسالة من حضرتك لأهالي الأقصر. الأقصر جميلة وهتبقى أجمل بزيادة السياحة وبزيادة الاستقرار والأمن، وكل سنة هم طيبين.